واش غنقول لك اخويا، الاجواء ديال الديربي انت كتشوفها في بني مقيد اجواء زوينه. الديربي كيف العاده كتشوف ديما الرجاء والوداد كتكون واحد لومبيونس، واحد تغطيه اعلاميه كبيره، راه حاجه باينه هادي. واش نقول لك، الديربي هذا راه ديما معروف، الرجاء والوداد راه ديما الديربيات ديالهم كيكونوا بحال هكا الشغاف والحباس. واش نقول لك، نتمنوا على الله الرجاء تربح في الديربي وديما رجاء. لا يخفى عليكم ان هذا الديربي ديربي ماشي عادي، سورتو انه جا في واحد المنافسه اللي بالاسم ديال صاحب الجلاله محمد السادس، وكنتمنوا ان تدوز في اجواء رياضيه وروح رياضيه بين الفريقين، واللي يستاهل يربح مرحبا نصفقوا ليه. وهارد لك الفرقه اللي خسرات، وراك كيبان لك الاجواء هنا راه اجواء غير عاديه، يعني يوم غير عادي بالنسبه للناس ديال الدار البيضاء، لا الرجاويين لا الوداديين. وكما قلنا كنتمنوا ان الروح الرياضيه هي اللي تسود في هذا الديربي هذا. حنا الديربي هذا بغينا يدوز احسن ديربي بروح رياضيه بين الجمهور وبين اللعابه، وانا رجاوي وما كانتش رجا تربح، وحنا كنتمناو اي فرقه مغربيه دازت في هاد الجوج هي اللي دي هاد الكوب باش تشرف المغاربه وتشرف الاسم ديال الكاس ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نربحوهم، واخا عشيري هو ودادي، ولكن غنضربوهم غنضربوهم بخمسه. غنربحوهم بخمسه، عرفتي علاش؟ حيت ما لاعبينش اليوم خمسه اللعابه، غنضربوهم بخمسه لزيرو. كاين الراجا تعيش الراجا، وهو عشيري ودادي، حنا ولد الدرب السلطان عايشين لا بيضا، ما عندناش المشاكل، فهمتيني ولا لا؟ ان شاء الله راه قلت لك غنربحو بخمسه.